السلام عليكم. بعدا كنشكر المنبر المغربي اليوم، تنشكر جميع الزملاء اللي ناضلوا معايا، تنشكر رجال القضاء اللي اليوم والبارح داروا معنا مجهودات كبار في التحقيق. زدنا عند جوج وكلاء الملك البارح واليوم زدنا عند قضيه التحقيق، تنشكرها الاستاذه اللي يعني حاولت تدخل بواحد الطريق بواحد الاسلوب يعني فني جدا في الموضوع. الحمد لله ما ظلمت حتى شي حد وما غاداش تظلم حتى شي حد. تنشكر جميع المحامين اللي ناضلوا معايا والمحاميات، الاستاذه سميره. تنشكر شنو نقول لك، انا في الاول انا دابا اضطريت، انا مولف، انا اللي كان نهز الميكرو، ولكن حاليا اضطريت بانني نخرج بوجه مكشوف، لان بنتي تعرضت لواحد التنمر، واحد العنف جسدي ولفظي، راني تكرفصات بزاف، راه مشقوق لها هنا تحت من كتفها، راه مضروبه في الراس ديالها، راه مضروبه في العنق ديالها، راه عندها يعني اصابات بالغه، الزروقيه في اللحم ديالها. في المره الاولى راه جاو عصابه يعني مكونين من 6 الاشخاص، رجاله بعقولهم يعني فايتين لاج، ومعاهم بنيات ومعاهم قصر، معاهم بنات يعني 4، وكاين اللي فيهم قاصرين وكاين اللي فيهم كبار يعني فايتين سن الرشد. يعني تيجيو هما تيبداو شافوا شي بنت دايره شي بورطابل ولا شي لبسه زوينه ولا شي نظاظر، تيتعرضوا كاع جميع البنات والوليدات قدام المؤسسه، تيتعرضوا لهذا التنمر وهذا الكريساج. يعني ملي كيجيو كيجبدوا، كي كانت بنت كيصيفطوا لها بنت، كان ولد كيصيفطوا ليه ولد، صيفطوا لها بنت يعني شافوها الا خافت راه غتاخذ داكشي وتمشي، جابدات معاها كيجيو كلهم يتحموا داكشي اللي داروا مع بنتي. يعني كتبقات كتاكل في العصا قدام عباد الله كلها، والاخرين هازين السيوف دايزين الناس، حتى واحد ما قدر يقرب، واحد العنف اللي هو يعني خطير جدا. مشينا هزينا البنيه، عيطوا لينا، مشينا هزينا البنيه، جريت بها في الكلينيكات، الاكثريه ما بغاوش يقبلوني لان كاينه كورونا والجائحه. مشينا للمستشفى السقاط، داروا لها الاسعافات الاوليه، داروا لها الراديوات، مشينا من بعد صيفطونا نديروا سكانير في ابن رشد، درنا لها سكانير، رجعنا لانها دخلت في واحد الغيبوبه ما عرفوش اش من دواء يعطيوها. من بعد اضطرينا بان يعني التجانا للشكايه اللي عند وكيل مالي عند الشرطه. للاسف انا عندي 3 شكايات، وتفاجات اليوم بان ملي كنجي البارح واليوم ما لقيتش 3 شكايات، تلقى الشكايه الاخيره محيدين الاسماء ديال بزاف ديال الوليدات، ما كاينينش، كاينه الاسم ديال واحد ديال 3 الاشخاص. انا بنتي تعترضوا سبيلها 10 يعني، والحمد لله القضاء راه دار كل ما في مجهوده، والقضيه ديال التحقيق لحد الان تدير المجهود ديالها. عندنا جلسه اخرى نهار 23 شهر 4 يعني غادي يبت فيها الامر. كنوجه رساله للمسؤولين، الامن ديال جهه عين الشق، انهم يشوفوا معنا شي حل. راه ما يمكنش انا كنحمل المسؤوليه، لان النهار الاول اللي درت الشكايه الاولى ومشيت عندهم كان عليهم ينوضوا معنا، لقيت ناس اخرين تما كيديروا شكايات، مشى واحد الراجل لقيته تا هو وبنته نفس الاشخاص، نفس العصابه، نفس الاسماء، نفس العناوين، تيرجعوا يديو فيه، تيقول لي سيرت الغدا، كيجي الغد ليه في الصباح تيقول لي سيرت العشيه، ما تيلقاش لي يكون معاه، حتى الراجل صافي مل ومشى بحاله، ولا تيقول لك لا صافي انا ما غناخذش يعني حقي، غير صافي غير خلينا. يعني بزاف هادشي زعما حشومه اللي كيطرى. راه ما حنا الامن الحمد لله، حنا في واحد الدوله اللي فيها الامن والامن والسلام، ولكن واول دوله عربيه ومغربيه اللي فيها واحد الامن يعني، والحمد لله داخلين لديورنا وما خصنا حتى شي خير، ما عندنا ارهاب، ما عندنا شوشره، ما عندنا حتى شي حاجه. الله ينصر لنا سيدنا محمد السادس والاسره العلويه، والله يخلي لنا جميع المسؤولين الكبار اللي كيديروا معنا مجهود، ولكن حنا بغينا الجهه ديال عين الشق تحرك معنا شي شويه. فعلا حنايا في الامن داخل البيوت ديالنا، ولكن الجهه ديال عين الشق تحركوا معنا شي شويه في هذا الامن ديال المدارس، وفي هذه الشرطه اللي قدام باب المدارس اللي تيبيعوا لنا اللي عندهم السيوف واللي تيبيعوا القرقوبي، راه كيجيبوا معاهم وليدات صغار، ملي كيدوز الامن تيخشيو السيوف وتيخشيو المخدرات مع الوليدات صغار اللي عندهم 10 سنين 11 عام 8 سنين في الشكاير ديالهم باش ما يبانوش. خص هذا الشيء يتحرك. تنحمل المسؤوليه للاداره اللي جا اللي حبسته شي حاجه كيدخل حتى للطواليت لداخل يبول ويخرج وما كيقراش في المدرسه. علاش جمعية الآباء في غياب مستمر في مدرسة المصلى، في مدرسة حشومة هادشي، علاش هادشي غيكون؟ وراه تما كانوا كيجمعوا دوك الوليدات اللي قتلوا بعضياتهم، وفي الجهة ديال عين الشق نيت مات هذاك الوليد، وعدة أطفال وعدة وليدات ضربوا في وجاههم وتخسروا لهم وجاههم.
واليوم بنتي، علاش اي واحد ديكلارا عند الشرطه تيقولوا ليه مشيتي ديكلاريتي عند البوليس حنا غنرجعوا لك. حنا كنا في المحضر البارح نيت، كانوا معتقلين مشدودين جوج بنات وولد، ومشاو لينا ورجعوا لينا صحابهم، جاو لينا مع 12 ديال الليل البارح، وكاينين الشهود، كاين جيراني عندي 4 شهود، عندي 12 مرا وراجل مستعدين حتى هما يجيو، وتيقولوا نفس الهضره وتيقولوا كل شيء، مع انهم جاو بالسيوف وما قدروش يلحقوا ليها، وما قدروش حتى هما، خافوا على وليد، خافوا على ريوسهم اللي يضربوهم، رب ما طرهم وبكل شيء، تسالوا من الدريه سخفوا وعاد مشاو زادوا. والبارح في الليل راه جاو جيراني حتى هما شهدوا بان الناس تيضربوا بالسيوف وتيضربوا، جايين كيخبطوا لينا في البيبان، واش حنا غنوليو مهودين دايرين معاهم؟ راه حنا كنا غادي نهودوا نجريو عليهم ولا شي حاجه، ولكن لمسيناهم غنعودوا حتى حنايا قاتل يا مقتول، وحنا ماشي سهمنا من سهمهم، ما نقدروش نديروا ديك التصرفات، كنعيطوا ما كيجينا حتى شي حد. الرساله ديالي كنوجهها بعد اول حاجه كنشكر وكنتمنىك تخلي هذا الاسم للاستاذه سميره المحاميه، وتنشكر القضيه ديال التحقيق، تنشكر وكلاء الملك، لان القضاء فعلا داير خدمته في هذا البلاد، خاص غير الامن شويه يتحرك، وخاص هذا الجيل يتربى يربي والديه، وتنشكر الرجل الامن المسؤول في جهه عين الشوق السي حميم ونبيل، اللي هو مسكين ما دار معايا جميع الاجراءات وتعاودوا المحاضر من جديد، ودار معايا فوق الطاقة ديالو باش حنا يعني الملف ديالنا ما يضيعش لهاد الوليدات ولهاد الآباء، ووقف وباشر داك الشيء بنفسه من بعد ما كان بزاف ديال الأمور كانت غادا تمشي يعني ما هياش. الحمد لله أنا ك يعني هاد الشيء، أنا كنحمل المسؤولية بعد دوك المسؤولين، هاد الجهة ديال عين الشوق، المسؤولين ديال الجماعات والمسؤولين اللي خاصهم هذيك المنطقة اللي كيهودوا منها هاد الوليدات، اللي للأسف فيما تيحصلوا شي حد، لا مقريسي شي واحد ولا سارق ولا ناصب ولا مغتصب ولا ضارب شي حد بالسلاح الأبيض، تلقاو جاي من المناطق ديال الدواوير المجاورة. يعني راه حشومة وعيب أن هاد الناس يخليوهم بلا مرافق، بلا سبيطارات، بلا مدارس، بلا معامل، بلا لوزينات، ما عندهم لا فين يخدموا لا والو، واحد الهشاشة، واحد الضعف في هادوك المناطق، النص محسوب على الجندارم والنص محسوب على البوليس، ملي كيبغيو يهودوا ما عندهم حتى الطوبيسات، الأكثرية كيطلعوا عندهم غير الترونسبورات ديال التنمية، وبعض الترونسبورات والخطافة اللي كيخطفوا، وبعض الماطر اللي كيخطفوا البلايص، الناس مساكن كتر تضرب كيلومترات عديدة باش تجي، وللأسف راه كيشوفوا الفرق ما بين السكان وما بين الوليدات وما بين اللبس وما بين بزاف الأشياء، يعني هادشي راه كيولد الحقد بين الطبقات. الحقد بين الاجيال، ما بغيناش هذا الحقد، هذا الجيل كله، لا هذوك الناس اللي كاينين تما راه حتى هما باغيين يقريو وليداتهم، تما كيحلموا بوليداتهم يشدوا مناصب كبرى، بغينا هاد المسؤولين يعطيوهم هما وليداتهم واحد الحق باش يخرجوا لنا واحد الجيل زوين، لا جيل لا جي لا وليداتنا ولا دوك الوليدات ولا وليدات المغرب كله، بغينا هاد الجيل هو اللي يهز الرايه المغربيه، الرايه المغربيه، والله ينصر لنا سيدنا محمد السادس اللي معيشنا في الامن والامان. انا ما تنقولش الامن ما كاينش في عين الشوق، الامن كاين، ولكن قدام المدارس كاينه فوضى عارمه، خاص حتى المندوبه الاقليميه ديال المدرسه ديال عين الشوق، المندوبه الاقليميه ديال عين الشوق خاصها حتى هي الاستاذه، خاصها حتى هي تراقب المدارس. ما تنساوش تابوناو فلاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.